مشاهدينا مرحبا بكم. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة، كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد الظفرة 2019 خلال مؤتمر صحفي عقد بأبو ظبي عن شعار البطولة والمدن التي ستحتضنها ورعاتها وآلية التسجيل بالنسبة للفرق المشاركة، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني إذانا بافتتاح التسجيل بالنسبة للفرق الراغبة في المشاركة. توج شباب الأهلي دبي بلقب الدوري العام لكرة السلة بفوزه في المواجهة الثانية بالنهائي على جاره النصر ب 88 نقطة مقابل 85 في لقاء شهد ندية كبيرة لم يقسمها الفرسان إلا في اللحظات الأخيرة من الربع الرابع، وحاول العميد تدارك الخسارة في المباراة الأولى وقدم مستوى جيد، لكن ذلك لم يشفع له في الإطاحة بشباب الأهلي الذي حافظ على اللقب ورفع رصيده من التتويجات إلى 11 لقبا واقترب خطوة من معادلة الرقم القياسي الذي يقوزه الوحدة ب 13 تتويجا. وقام سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. كرويا، عزز خرفكان صدارته لدور درجة الأولى بعد أن حقق فوزا صعبا وثمينا على مضيف العروبة أحد الفرق المنافسة على الصعود لدور المحترفين بهدف دون رد في ختام الجولة 13 من المسابقة، وسجل الهدف الوحيد رودريغو سيلفا مركز جزاء في الدقيقة 60 ليقود فريقه إلى النقطة 29 وبفارق 4 نقاط عن الحمرية الثاني. أقامت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الحفل الختامي للدورة الثانية من المهرجان الرياضي العمالي في منتزه الشارقة الوطني، حيث أقيمت كافة مباريات المهرجان الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع شركة ريتش تارجت للتعهدات الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي.